هذا عمل إجرامي. وتكرر مشهد الإرهاب في دمشق للمرة الثانية في غضون أسبوعين. الصور عينها حضرت تفجير انتحاري، قتلى، جرحى من المدنيين والعسكريين ودمار. وحده بيان التبني الذي قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه نشر زورا على موقعها الإلكتروني لم يحضر هذه المرة ليحل مكانه، اتهام صريح ومباشر من قبل الجماعة للنظام المختبئ وراء تنظيم القاعدة والإرهابيين على حد تعبيرها. هذه المرة كان حي الميدان في وسط العاصمة هو الهدف، مع تفجير قال التلفزيون السوري إنه انتحاري وأسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 46 آخرين بجروح ومعظمهم من المدنيين. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بأن المعلومات الأولية أشارت إلى أن إرهابياً انتحارياً فجر نفسه على إشارة مرورية بالقرب من مدرسة حسن الحكيم للتعليم الأساسي، مشيرة إلى أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالسكان وتشهد حركة مرورية كثيفة. وفي حين لم يتهم النظام السوري أي جهة بالوقوف وراء التفجير الذي سارع عدد من مراقبي الجامعة العربية إلى الكشف على موقعه، رأت جماعة الإخوان أنه مفتعل ويشير في زمانه ومكانه ونتائجه إلى هوية مرتكبيه، محملة النظام وأجهزته وعصاباته المسؤولية الكاملة عن الجريمة وتداعياتها وتوظيفاتها كما جاء في بيانها. وإذا اعتبرت جماعة الإخوان أن النظام هو وحده القادر على القيام بهذا العمل، طلبت بتحقيق دولي وتحقيق عربي في وقائع هذا التفجير.